تنطلق يوم غد فعالية مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي في نسخة الرابعة تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم سيد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية البحرين للتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سعادة النائب، يعني لو تحدثنا عن أهم فعاليات وأبرز ما يتضمنه مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال. مساء الخير وأشكركم على الاستضافة. طبعا مؤتمر مسرعات وحاضنات الخليج الرابع، هذه احنا نسخة نتشرف ان احنا كل سنة يتم استضافتها في مملكة البحرين، ومشاركة 5 دول مجلس التعاون، ويكون فيها مشاركين من رواد الأعمال واللي موجودين في الحاضنات مسرعات الأعمال في دول مجلس التعاون. الهدف منه أنه يتم تبادل الخبرات، يتم في تبادل المشاكل والمعوقات والإنجازات اللي تصير موجودة. هذه السنة طبعاً بيكون مميز، لأن أولاً أن احنا نتكلم عن التعافي ما بعد الكورونا والتعافي الاقتصادي والأفكار والحلول، وهذا اللي راح نناقشها. عندنا طبعاً 4 جلسات، وهذه ال4 جلسات فيها 15 متحدث، كل من راح ينقل خبرته وراح ينقل الأمور الإيجابية اللي هو استفاد منها من جائحة الكورونا وخلته أنه يواصل أعماله. أيضاً بيكون استضافة هذه السنة مميزة، لأن في عندنا استضافة البحرين هالمرة تترأس دول مجلس التعاون، فبيكون في استضافة على مستوى وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، وهذا راح يعطي إمكانية وفرصة أن احنا نعرض عليهم المعوقات والمشاكل وكذلك الإنجازات اللي احنا نواجهها، وصولا إلى أن احنا نحقق تكامل فيما بين دول مجلس التعاون، نحن نعمل على يعني خارطة واحدة ونعمل على هدف واحد، وأن نكون كلنا متكاملين وليس متنافسين. وهذا اللي احنا كل سنة مبدأ اللي احنا نحطه في المؤتمر ونخليه يكون ما بيننا تعاون، وهذا اللي احنا على ضوءه شفنا نتائج الإيجابية في 3 سنوات الماضية. طبعا هذا النوع من المؤتمرات ضرورية ما بين رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات اللي يشغلون اللي هو الحاضنات ومسرعات الأعمال، أساس أن احنا نكتسب الخبرات والمهارات اللي تساعدنا في إعطاء هذه الخبرات حق المستفيدين من هذه الحاضنات. ولله الحمد يعني كل سنة عن سنة نشوف أن في تطور وفي إنجاز ويتغيرون الوجوه، معناته أن الحاضنات قدرت تخرج اللي هو المستفيدين منها عن كل سنة وسنة وتأخذ ناس جدد، وهذا الهدف من الحاضنات أن هي دائما تزرع رواد أعمال وتجار صغار جدد في أسواق الخليجية. طبعاً كل هذه المبادرات هي بتوجيه من جلالة الملك أن احنا نكون لنا دائماً حضور إقليمي وخليجي على مستوى المنطقة، وذلك الاستفادة من الخبرات الموجودة وفتح أسواق جديدة في المنطقة. نعم سيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، شكراً جزيلاً لك.